مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك هذه الحصة الأولى تدريبية معمق، مستوى معمق في الماينكرافت، ماينكرافت التعليمية، ماينكرافت إدوكيشن إديشن. إن شاء الله بالطبيعة تكون حصة مفيدة. اليوم عنوان الحصة هي البرمجة في الماينكرافت، باش نشوفوا برمجيات الموجودة في عالم الماينكرافت ونجموا نعملوا بعض التمارين للبرمجية نتاع المايكروسوفت مي كود في وسط الماينكرافت. هذه حصة نتاع اليوم إن شاء الله. في آخر الحصة نتاع اليوم زيدا باش نشوفوا كيفاش الأشكال وإلا التصاميم ثلاثية الأبعاد اللي احنا بنيناهم بالبرمجة سواء أو بالطريقة البناء العادي، كيفاش باش نكسبورتيهم يعني نستخرجوهم 3D في وسط الحاسوب. بعد التصميم هذاك الثلاثي الأبعاد شنو باش تعمل به؟ تجم مثلا تخرجوا بطباعة 3D أو تستعملوا في الكو سبيسز أو بال 3D بلدر أو 3D بينت أو أي تطبيقة تستعمل ال 3D باش تطور فيه او تلونه او ما نعرفش تعمل فيه تغييرات اخرى تستعملوا في حاجات اخرى. هذه معناتها الاهداف متاع الحصه متاع اليوم. باش نبارتاجي ليكرون تاعي انا اليوم، ما فماش تشات وخاطر مانيش باش نشوف التشات. دونك بعد اخر الحصه التدريبيه هذه ان شاء الله اللي عنده سؤال يرفع يده وانا نعطيه المايك باش يتكلم وباش يسال السؤال نتاعو باذن الله. مش نبداو باذن الله توا. جو في بارتاجي ليكرون، اي شير ماي سكرين. باهي، مش نبدا بالمقدمه، باش نعطيكم شنو باش نعملوا في الحصه هذه، ومن بعد باش نمشيو للجانب التطبيقي على برنامج الماينكرافت. تصاحبني في الدوره التكوينيه هذه الاستاذه نيلي حامد. بدينا التكوين هذايا، التدريب هذايا بديناه يوم 25 يناير، 25 جانفي. بديت معانا الأستاذة نيلي كيفاش اش معناتها ماينكرافت إدوكيشن إديشن، كيفاش نستخدموه، شنو أهميته، شنو المواد المدمجة اللي نجمو نستعملوهم في البرمجية هذيا. وراتكم كيفاش نستعملو الفأرة، لوحة المفاتيح، كيفاش نبنيه بالطريقة العادية. في الحصة الثانية شفنا زادة برشا حاجات مفيدة، أولهم كيفاش العالم اللي صنعته، أنت كيفاش تخرجوا برا الماينكرافت يعني تسجلوا في الحاسوب، كيفاش كيف تجيب عالم من خارج الماينكرافت إلى برنامج الماينكرافت متاعك، كيفاش تكتب العربية في البورد يعني في اللوحة في وسط الماينكرافت. وراتكم زيدا معناتها كيفاش تعمل كلون كوبي، يعني مثلا أي حاجة تحب تعمل لها كوبي تجم تعملها كوبي بالكمند في كلون. هذايا بالنسبة لليومين في المستوى المبتدأ. في المستوى المعمق باش نشوفوا اليوم البرمجة Coding with Minecraft Education Edition. يوم غد ان شاء الله باش نشوفوا الماينكرافت اور اوف كود، وباذن الله يوم السبت مش ترجع معنا الاستاذه نيلي باش توريكم كيفاش نعملوا العاب بالريدستون في الماينكرافت. هذه بالنسبه للبرنامج به. اليوم حصه اليوم، اول حاجه مش نتعرفوا على لغات البرمجه داخل الماينكرافت، شنو هما لغات البرمجه اللي نستعملهم في الماينكرافت، كيف نكتب نصا بالبرمجة باش نشوفوا. فما في البروغراماسيون في الكودينج هنا يجم يعطيك تكتب باللغة الفرنسية يعني بالبلوكس، كيف زيدا نحرك العامل هو الايجنت بالبرمجة. هذيك الايجنت نجم نستعمله انا في مثلا في التفكير المنطقي او في اساسيات البرمجة، كيفاش التلميذ
يستطيع أن يحرك ذلك العامل في وسط متاهة مثلا، كيف يبني العامل هذايا الايجنت، كيفاش مش يبني بطريقة البرمجة، مش نشوفه كيفاش مش نبنيه أشكال هندسية كيف كيف، وباش نشوفه كيفاش نبنيه مثلا هرم، باش نشوفه زادة محاولات بتاع بناء زخرفة ثلاثية الأبعاد، في آخر المطاف كيفاش باش نستخرج التصميم الثلاثي الأبعاد للطباعة 3D أو لتطبيقات أخرى مثل الكوسبيسس. هذا بالنسبة للأهداف الحصة وإلا برنامج الحصة. أول شيء باش نتعرفوا على لغات البرمجة داخل ماينكرافت. بالطبيعة الأخت نيلي قالت لكم إنه باش نستعملوا البرمجة لازم فما لتر سي، سي في لوحة المفاتيح. هذيك اللتر سي احنا عندنا ثلاثة أزرار مهمة في لوحة المفاتيح، اللي هي الأو والتي والسي، هذوما ثلاثة أزرار مهمين ما لازمناش نبدلوهم. السي هي خاصة بالبرمجة، اللي هي الكود بيلدر، نسميوها الكود بيلدر الخاصة بالبرمجة في وسط الماينكرافت. الأو هي متاع المخزون الانفنتوري، والتي هي متاع الكوماند اللي باش تعطيه الطلبات متاعك الكوماند. به الكود بيلدر احنا اليوم باش معناتها نتخصصوا في الكود بيلدر. الكود بيلدر هي ميزة تتيح للطلاب تعلم البرمجة في الماينكرافت باستخدام أدوات مثل code.org، تينكر، سكراتش، والمايكروسوفت ميكوت. به احنا الكود دوت اورج باش نشوفوه ان شاء الله غدا بالتفصيل الممل. التينكر وسكراتش مش نشوفوه، تجمو تحاولوا انتو ما تشوفوه وحدكم او تبحثوا على اليوتيوب. احنا اليوم مش نشوفوا المايكروسوفت ميكوت، كيفاش باش نخدموا بالمايكروسوفت ميكوت، خاطر كل اداه تحب لها درس وحده، يعني تحب لها برشا وقت. احنا في الدوره التدريبيه نتاع الماينكرافت الاسبوع هذايا حبينا نعطيكم الاهم باش انتم تجمو تطبقوه مع طلابكم ومع مع تلاميذكم. يعني الماينكرافت هو بحر، يعني بحر وشاسع المعلومات اللي فيه ما شاء الله. انت البداية هذه تكون ان شاء الله بداية موفقة، تجم انت تدخل تطبق، وبإذن الله في المستقبل مش تزيد تتعلم برشا حاجات اخرين. به يمكن للطلاب استخدام كتل التعليمات البرمجية، شو اقصد بها هنا كتل التعليمات البرمجية، اللي هما البلوكس، اللي هي البلوكس او بالجافا سكريبت او بالبايثون، هذوما اللغات البرمجه اللي موجودين في وسط المايكروسوفت ميكود. واحنا اليوم مش نشوفوا اسهل طريقه اللي هي البلوكس، اللي هي يستعملوها الاطفال منذ سن السن مبكر يعني. وحتى انت ما تكونش متخصص في البرمجه تستطيع ان تبرمج بالبلوكس مثل سكراتش ومثل المايكروبيت. به لانشاء بعض الاشياء او التصاميم في الماينكرافت، هذا هو الهدف متاعنا اليوم، انه ننشئ بعض التصاميم بواسطه المايكروسوفت ميكود، وباش نستعملوا البلوكس. تقدر زاده ماينكرافت او روف كود ايضا مقدمه مجانيه مدتها ساعه واحده لاساسيات الترميز. تعرفوا انتم منصه الكود دوت اورج منصه قويه برشا، منصه ياسر يستعملوها المدرسين في معناتها لتعلم البرمجه بطريقه ممتعه. والكود دوت اورج ان شاء الله كيف ما قلت لكم باش نشوفوها غدا بالتفصيل ان شاء الله، وباش نعملوا الماينكرافت او روف كود. هذه حصه يوم غد باذن الله، وباش تكون معايا في يوم غد الاستاذه المبدعه من المملكه العربيه السعوديه باش تصاحبني في الماينكرافت او روف كود. به بالنسبة للكود بيلدر، نرجع للكود بيلدر. كيف ما تشوفوا هوني عنا في الليديتور عنا المايكروسوفت مي كود. في المايكروسوفت مي كود باش نلقاو ثلاثة لغات برمجة اللي هي البلوكس، البايثون، والجافا سكريبت. به عنا زادة تجم تتعلم كيفاش تبرمج بالبايثون بطريقة سهلة وفيها تيتوريالز، وبطريقة التينكر. هذوما ثلاثة لي تخواز إديسيون، الثلاثة الموجودين في برنامج الماينكرافت. به هنا كيفاش باش تتعلم لغة البايثون داخل الماينكرافت وأنت تلعب. هنا باش تلقاو توتوريالز كما تشوفوا، وباش تلقاو ستيب باي ستيب، يعني ستيب 1
شنو باش تطلب؟ معناتها ريتو هنا ايجد بوان تيليبورت لوكيشن، يعني هنا باش يعلمك بطريقه سهله وانت تلعب، معناتها كيفاش مش تكتب بالبايثون. هذايا حاجه مزيانه برشا، انك تعلم تلميذك او الطالب متاعك وهو يلعب داخل العالم الافتراضي هذايا، حتى التنفيذ باش يكون في العالم الافتراضي، يعني حاجه مزيانه برشا. زيدا باش نلقاو التينكر، التينكر زيدا هو فيه البلوكس كما تشوفوا هنا، زيدا طريقه ممتعه باش تتعلم البرمجه، وباش تلقاو تيتوريالز، تشوفوا هنا قديش عندك من تيتوريالز موجودين، ما عليك كان تدخل للتيتوريالز وتتعلم، وباش يعطيك زيدا المراحل بالكل، انت تقعد تتبع كيما لاور اوف كود بالضبط، تبع ويوريك كيفاش باش تخدم. دونك هذايا بالنسبه للتينكر. به احنا مش نستعمله بطبيعه المايكروسوفت ميكود، كيف ما قلت لكم سنختار المايكروسوفت ميكود، هو اسهل بطبيعه ومتعودين عليه احنا الناس الكل، المدرسين والتلامذه متعودين عليه نستخدموه. اول حاجه باش نعمله اليوم هي كيفاش نكتب نص بالطبيعه بالبرمجه، باش نكتبوا نص بالبرمجه تو نشوفوها. انا تو باش نعملوا التطبيق، كل تمرين نعملوها تطبيقيا. نحلوا الماينكرافت، ليه نستناو حتى يتحل الماينكرافت ايديوكيشن اديشن باش نشوفو كيفاش باش نستخدمو البرمجة في عالم الماينكرافت. يوم امس كانت محاضرة مع الخبير العالمي في الماينكرافت ستيفن ريد، كانت محاضرة مثل السحر، يعني ما شاء الله خبير بالحق معناتها في عالم الماينكرافت، كانت محاضرة رائعة جدا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا حاجات جدد. هذه الماينكرافت الصفحة الأولى. هنا أنا باش نمشي نعمل كري نوفو، يعني باش ننشأ عالم جديد باش نجرب فيه الحكاية هذه متاع البرمجة. نشوفوا نعمل نوفو، سوف أفتح عالم جديد لكي نجرب معا تطبيقات في البرمجة. هنا مش نكتب كودينج بالطبيعة، أنا باش نختار كرياتيف وباش نختار أرض مسطحة باش نخدم فيها الحكاية متاعي هذه، باش نجربو مع بعضنا. جور إترنيل نون باهي مسيرش، خليها هكا. وهنا كما شفنا مع الأستاذة نيلي نجم نشوف أنا حاجات معناتها حاجات نبدل فيهم في الإعدادات. هوني مثلا أنا هوني أوتوريزي لي كرياتور باش نحيها، ما نحبش عندي مخلوقات تجيني حيوانات في العالم متاعي. مونت اميابل نفيشيها، دونك هكيكا نكونو كملنا الإعدادات متاعي لي بارامتر دو جو setting of my world. هنا بالطبيعة وراتكم الأخت نيلي كيفاش مش نكون أوت، كيفاش نكون جو، معناتها نجم أنا نستقبل ناس أخرين في العالم متاعي. هذا وراتو لكم الأخت نيلي في الحصص متاع المبتدأ. باش نحل العالم متاعي ننتظر قليلا، لأنه الماينكرافت مع تيمز يعني رزين شوية.
برنامج الماينكرافت التعليمية ياسر مهم، معناتها يعلم الأطفال متاعنا وتلاميذنا بطريقة ممتعة البرمجة. تو نشوفوا معناتها التمارين اللي مش نخدموهم اليوم ياسر، معناتها تحس فما متعة في الإنجاز، خصوصا إنه البناء بالطريقة العادية معناتها تحب لها وقت يعني، وهذه كي تستعمل البرمجة باش يسهل لك برشا حاجات. وانتي مثلا كأستاذة حاسوب تجم تستعمل الماينكرافت باش تتعلم أساسيات البرمجة زيادة لطلابك، يعني تجم تعلمهم برشا حاجات في أساسيات البرمجة. أنتظر إنه العالم يفتح معي. هذا العالم متاعي كما تشوفوا، أرض مسطحة هنا، حتى أنا على اليسار يعطيني شنو هما الأزرار اللي أنا نجم نستعملهم باش نتحرك في وسط العالم هذايا. كما تشوفوا هي الأرض المسطحة، ده أنا ديريكتومون دايركتلي باش نعمل مباشرة لترسي اللي كما قلنا هي الكود بيلدر اللي أنا اليوم باش نستعملها معاكم، باش نشوفوا كيفاش نعملوا برمجيات ونطبقوها على أرض الافتراضي بتاع الماينكرافت. احنا في الباوربوينت وصلنا انه كيفاش مش نكتبوا بطريقة البرمجة. انا باش نوريكم تيتوريالز موجودين في الكود بيلدر هنا في المايكروسوفت مي كود، تيتوريالز مهمين جدا باش تعلم انت تلاميذك وطلابك اساسيات البرمجة، حاجات مزيانة برشا. نستني حتى يفتح. هذي الكود بيلدر، هذي المايكروسوفت مي كود اللي قلنا عليه سعيكة. بهي كيفاش نشوف انا لي زوتر اديتور معناتها الموجودين الاخرين هما اللي شفناهم السعيكة. هذي المايكروسوفت مي كود، دونك باش نتعلموا البرمجة في وسط ماينكرافت. هذي اللي قلت لكم عليه بالبايثون، فما دي تيتوريال والكل. وهنا التينكر اللي تجم انتي تصنع دي جو دي ميني جو جيمز، يعني العاب بطريقة التينكر هذية. بي احنا مش نستعملوا الطريقة هذية الاولى اللي هي المايكروسوفت مي كود، نكليك عليها نضغط عليها. بالطبيعة الكود بيلدر موجود كان في الفيرجن متاع الادوكيشن، مش موجودين في لي زوتر فيرسيون، معناتها الفيرجن الاخرين مش موجودة الكود بيلدر هذية، موجودة إلا في الماينكرافت إديوكيشن إديشن، خاطر هي موجهة للتعليم والبرمجة. نعرف أساسيات البرمجة هي معناتها من أساسيات التعليم معناتها والتعلم. هذية بالنسبة للكود بيلدر كما تشوفوا المايكروسوفت مي كود. كيف ما قلنا هنا باش نلقاو لي بروجي متاعنا، هنا المشاريع متاعنا تلقاوهم هوني يتسجلوا كما تشوفوا. نجم نعمل ستارت نيو بروجيكت، يعني إنشاء مشروع جديد. هنا مش تلقاو تيتوريوس وباش تشوفوا برشا حاجات مزيانة تدخلوا لهم. شوفوا هنا تجم تصنع حتى ألعاب، شوفوا هنا الألعاب نجمو هنا نبنيو بالبرمجة build a house، كيفاش نبنيو معناتها منزل في ثانية بالبرمجة، كيفاش برشا حاجات. هنا فيديوهات كيفاش نعلمو البايثون للتلاميذ، معناتها انتي السوفي تدخل لهنا تو تلقى برشا حاجات مزيانة تستنى فيك باش انتي تكتشفها. شفتو فما برشا حاجات تجم انتي تدخل لها وتتعلم منهم، كيفاش تصنع اكواريوم هنا، هذه الفن اكواتيك يعني بتاع المياه كرياتور هذوما.
ايجنت، كيفاش نستعملوا الايجنت في عملية البناء والتعلم في وسط الماينكرافت. باهي احنا توا باش نشوفوا فما تيتوريالز مزيان اللي هو البيلبورد هذية، يعني يخليني نكتب يعني بالبلوكس، ها باش نكليك عليها هنا. وقت انت تدخل على اي تيتوريال موجود، مش تختار النمط اللي انت اللغة اللي تحب عليها، يا اما تحب تصنع البروجرام البرنامج بالبلوكس او بالبايثون او بالجافا سكريبت، هي الطرق. باهي انا مش نختار البلوكس خاطره اسهل حاجة وهو متاح للناس الكل، يعني مش معناتها لازمك تكون متخصص في الحاسوب ولا في البرمجة باش انتي تعرف تبرمج بالبلوكس، هذايا معلوم معناتها الناس الكل تجم تتعلمه، اي مدرس في اي مادة كانت. هنا يعطيك فيديو يعني شنو باش يصير وتبدأ، هنا ما يعطيكش البلوكات الكل، شفت يعطيك كان البلوكات اللي مش تستعملها انتي في هذا البرنامج الصغير، ويعطيك المراحل، شفتوا هنا كأني أنا في الأور أوف كود ريتوها، ويعطيك شنية كل مرحلة شنو باش تعمل. هنا put in chat command، هذه chat command اللي أنا نستعملها باش أنا ننفذ هالبرنامج في وسط داخل الماينكرافت، هذه أوديماراج يعني من الأول في البداية ماذا سأفعل. وهوني هنا اكتب لي print، يعني باش نسمي انا البرنامج نتاعي print. بعدين في المرحله المواليه باش يعطيني شنو نعمل، كيما تشوفوا هنا place a print، البرنت هنا مش تلقاه في البلوكس، بلوكس مش نمشي نحط هنا البرنت نتاعي، هنا باش نكتب انا arab code week، arab code week 2021. مش نستعمل انا شنو يعني الايتم وبيان البلوكه اللي مش نستعملها، مثلا انا مش نستعمل البلوكه هذيه بيير لومينوز اللي تشعل، اللي تشعل في وسط في وسط الليل. وهنا مش تعطي الابعاد نتاع الكتيبه نتاعك، هذه ايش معناتها؟ هذوما الاكس والجريك والزد، اكس والجريك والزد نعرفوهم الناس الكل شنو هما الاكس والجريك والزد، وذوما المقاييس نتاع ثلاثي الابعاد، طول والارتفاع والعمق. هنا ديريكسيون شنو هي الدايركشن، تحب تعملها انت ويست، معناتها الاكس نيجاتيف مش راه هذه، ولا الاكس بوزيتيف، ولا الزد نيجاتيف، ولا الزد بوزيتيف. انا باش نختار الاكس بوزيتيف، مثلا انا مثلا نحط هنا الارتفاع نقولوا 10 ارتفاع، وبعيد عليا انا مثلا 5. به هكايا به، وباش نجرب هنا يقول لي كيفاش باش نجربه، لازمنا ننزلوا على الزر اللي موجود في لوحة المفاتيح اللي هو التي، التي نتاع الكوماند، الناس الكل نعرفوه التي نتاع الكوماند، وريته لكم مدام نلي في الحصص الاولى تاع التدريبات نتاع المبتدا. باهي هنا كملت اول برنامج نتاعي باش نتستيه، باش نشوفه هنا كيفاش يخدم في وسط الماينكرافت. دونك انا باش نمشي للماينكرافت نتاعي، ديجا ولا ليل هوني، شفتو كيفاش انا هوني مش نمشي ننزل على التي نتاعي. باهي قبل ما نكتب انا ولا نعمل اي شيء، لازمني نحول العالم نتاعي للمود اليف، للمود انسينيون، يا ربي خاطر ديما انت وقت تحل العالم جديد مش يجيك في المود اليف. هذا وراته لكم مدام نيلي دبليو بي سلاش دبليو بي، باش يولي العالم نتاعك تجم تبني فيه وتهدم، اذا كان مش تخليه ما تبدلوش ما تجمش تبني فيه، يعني مود اليف كأنه كنت عطيت عالم للإليف متاعك، للتلميذ للطالب، باش ما يجمش لا يكسر لا يهدم لحد شيء. هنا باش نمشي انا نعمل التي، هذية بطبيعة كي نعمل انا الكود بيلدر باش نلقى هوني الايجنت متاعي يظهر، ريتو هنا الايجنت متاعي اذا فاطمة بي بوان ايجنت، هذي لاجون العامل متاعي، شفتوها هذية العالم متاعي، العامل متاعي اللي باش يساعدني في عملية البناء بالكود بيلدر. بهنا تو باش ننزل على التي وباش نكتب
برينت، برينت اللي هو اسم البرنامج اللي انا خدمته توا معاكم، وباش نستنى تنفيذ هالبرنامج هذايا. عاود نشوفو هكا قاعد يبني، نمشي نشوف هنا نعمل الفيو متاعي باش نشوف البنية متاع العرب كود ويك. هو توا قاعد يبني بالبرنامج هذاك اللي احنا خدمناه هنا. بطيء شويه من الكونيكسيون. هذه هو العادة أسرع من هكا. شوف قاعد يكتب. لأني عملت مرتين أنتري ولاو لي زوز وحيد، أراب كود ويك من هوني وأراب كود ويك من هوني. به المفيد هنا توا هذايا نخليوه ينفذ. به هذايا أول برنامج عملناه مع بعضنا. باش نمشي نرجع للباوربوينت. هكا قاعد مازال يكتب عرب كود ويك 2021. هذايا بالنسبة لأول برنامج بسيط جدا اكتشفناه مع بعضنا بالتيتوريال اللي موجود في المايكروسوفت ميكود. باه نمشي ونرجعوا للبايوربوينت باش نكتشفوا شنو هي التمرين الثاني اللي باش نعملوه مع بعضنا. هل الصورة واضحة؟ هنا جاني ميساج قال لي الصورة مش واضحة. ممكن أخي عبد الله إذا كان هناك شيء مش واضح أو شيء واضحة مفهومة واضحة. إيوا أقعد معايا عايشة بالله باش تشوف معايا، خاطر ما عنديش شكون معايا اليوم هيك علاش وحدي. أوكي باهي عايشة. باهي نرجع توا للباوربوينت. به في التمرين الثاني شنو مش نشوفه من بعضنا. ان شاء الله الاسئله نخليوها للاخر يعيشكم باش نتبعوا مع بعضنا اللي انا باش نعطيه لكم. من بعد اللي عنده سؤال باذن الله نعطيه الميكروفون باش يسال السؤال متاعه. حد الان انا باش قاعده نمشي بنسق بطيء جدا باش الناس الكل نفهموا مع بعضنا
كيفاش نستعملوا هالبرمجة البرمجيات هذوما في وسط داخل ماينكرافت. به انا تو باش نشوفوا التمرين الثاني اللي هو كيفاش نخلي الايجنت متاعي يتحرك في وسط الماينكرافت. هذيك لاجون اللي وريته لكم الساعيكه وقت نزلت على السي، كيفاش انا باش نخليه يتحرك ونجم انا نصنع العاب يعني لتلامذتي باش هما مثلا يحركوا هذيك لاجون هذيك العامل هذيك في وسط متاهة مثلا، والا تعطيه منتي مثلا تجم تعطيه مثلا متاهة كبيره برشا وهو يجي يتحرك مثلا الاجون هذيك يمشي يمين يسار امام، معناته كانه هو في وسط ماتريس شبكه وهو هيك الروبوت يمشي في وسط هذيك الشبكه. به هنا انا حطيت مثلا كيفاش كيفاش نعلم التلميذ ولا الطالب اساسيات البرمجه. انا هوني حطيت الكود هذايا فيه، في انه لاجون باش يتحرك الى الامام ثلاثه خطوات وبعد يستدير الى اليسار وبعد يعاود يقدم الى ثلاثه خطوات الى الامام وبعد يعاود يستدير الى اليسار وبعد يعاود يقدم ثلاثه خطوات وبعد يستدير اليسار، وهذاك معناتها قاعدين نعاودوا فيها قدش مره. انا باش نعلم الطالب نتاعي هذه معناتها البلوكه هذه نتاع التكرار، نستطيع انه نعلمها له معناتها في تمرين كيف من هكا، وهو يطبق في وسط عالم الماينكرافت منه يلعب ومنه يتعلم اساسيات البرمجه. هو مش نقول له انا التكرار هذيك فيش باش نحذفه مثلا، هو بالطبيعه باش يعرف اللي فما بلوكه كيما هذيه انه تختزل يعني تختصر، وفي عوض انا نكتب قداش من مره البلوكات هذومكم نحطهم في وسط هذية التكرار ونعاود معناتها ننفذ البرنامج ونشوف ونقارن. هو بالتنفيذ كل مرة يجرب باش يتعلم. واضحة هذية بالنسبة للبلوكة هذية الخضرة متاع التكرار. مش تعلم زيدا الإيف إيف ذن ألس إيف ذن ألس سي ألوغ سينا به زيدا هوني باش يتعلم كيفاش يستعمل الستركتور هذية متاع الإف ذن ألس. هذوما الكل نسميه خصائص البرمجة، معناتها احنا نعلموهم لتلامذتنا باش يعرف هو كيفاش يحل المشكل من المشكلات اللي تعترضه، باش ينجم زادا يخلي البرنامج متاعو أسهل وأمتع ويكون معناتها أحسن بالطرق هذية. به أنا تو باش نمشي للبرنامج ماينكرافت وباش نجربوا الايجنت موفز هذيا. انا هوني باش نرى باش نشوف اللي الكتيبه نتاعي كملت كيما تشوفوا هي. هذيا اي عرب كوديك 2021 شفتوا مزيانه. نعمل روتور باش تشوفوها من بعيد. خذ لنا سكرين شوت يا عائشة. افونسي روتور غش دروات. هاي هني سي بون قاعده ناخ. عايشك عايشة انت اليوم المصاحب متاعي. مرحبا. اكهو نخلي هكا باش تجي مزيانة. هاي خذ سكرين شوت اما كان يجي لي اسمح نعملوها بالدي ونخليوها نخليوها في الليل تقعد مزيانة. عاي عايشة خذ لنا سكرين شوت. به توا باش نشوفو البرنامج كيفاش نحركو لاجون. به نرجع هوني نرجع للسي كالعادة
ديما كي نمشي للكود بيلدر ننزل على السي متاعي، نجي منكبر هنا ليكرون معناتها الشاشة متاعي، باش نستخدم الكود بيلدر يعني البرمجة بطريقة أسهل. به هوني باش نرجع هنا للاكوي هنا يعني للبرامج الأخرى. هذه البرنامج سيخدمته يتسجل، يجي يتسجل وتجم تهبطه حتى على الحاسوب، تجم تخليه اون ليني يعني اون لاين في وسط المايكروسوفت ميكوت. به هنا هوني فما تيتوريال واحد اخر، شوفوا هنا عندي تيتوريال اسمه ايجنت موفز، اهو موجود ريتوها. فما الايجنت بولد زيدا بولدر، بولدر وول يعني كيفاش تبني ساس جدار بالبرمجة، هذا الكل موجود وبالاصلاح يعني تجم انت تحاول حتى كان غلط راهو يعطيك الحل، مش يخليك كيف ما نقولوا واحد معناتها ما كيش ما تعرفش، هو ديجا يعلموك التيتوريالز هذوما كيفاش تتعلم البرمجة من خلالهم. به هناك العادة يعطيك فيديو معناتها كيفاش الريزولتا يعني شو يقولوا الريزولتا يعني النتيجة متاع البرنامج، باش انتي تعرف روحك شنو قاعدة تعمل. به من بعد نجي نخدم على روحي، يعطيك كيف العادة المراحل، شوفوا هنا المراحل، ما يعطيكش البلوكات الكل خاطر هنا الماينكرافت مايكروسوفت ميكود راهو فيه برشا حاجات، هو يعطيك كان اللي باش تستخدمهم في البرنامج هذا فقط، مش ما يصعبش عليك معناتها باش ما يصعبش على التلميذ. وهنا يعطيك كل مرحله كيفاش، هنا بالطبيعه الاوديماغاج هذه ما نستعملوهاش، به اون شات كوموند هذه باش نستعمل، مش نحط هنا تي بي معناتها تيليبورتي الايجنت متاعي، اش معناتها تيليبورتي معناتها باش نجيب لاجون هذيك الروبوت هذيك بحذا الجوار، خاطر انت في وسط عالم الماينكرافت انت تتسمى شخصية اللاعب، وعندك الروبوت متاعك اللي باش يساعدك في البناء، باش يساعدك يعمل معاك حاجات اخرين في وسط العالم هذايا الافتراضي. به هنا شفتوا هنا يقول لك كليكي بوغ مونتخي، هنا باش يعطيك الحل معناتها اذا كان انت مثلا فما مرحلة ما عرفتش تنجزها هو يعطيها لك الحل هوني، شفتها معناتها يعلم فيك، قاعد يعلم فيك كل شيء. به نمشي سويفون المرحلة اللي بعدها، مش يقول لك جيب البلوكة هذية، وين مش نجيبها، مش نجيبها من الايجنت بالطبيعة، هنا اجون تيليبورتاسيون فيغ جوار معناتها باش نجيب الروبوت العامل متاعي الايجنت متاعي بحذا الجوار اللاعب اللي هنا هو انا اللاعب شخصيتي في وسط الماينكرافت. شوفوا هنا كيفاش يعطيك الإجابة، هنا يعطيك الإجابة ديما إذا كان ما عرفتش الإجابة تنزل على هذية واضحة. به هنا باش نمشي للمرحلة الموالية، قال لي هنا جرب أنفذ البرنامج هذايا الصغير، بينا باش نجرب من بعد بإذن الله التنفيذ، أنا باش نكمل توا في تيتوريالز. هنا قال لي جيب تشات كوموند واحدة أخرى، هي تشات كوموند واحدة أخرى، وباش نعمل قال لي هنا تسميها اف دي معناتها باش تحرك الايجنت الى الامام، انا باش نكتب هنا افون بيان فورورد وبيان اف دي كيما تحب، ونعمل ايجنت موفز اون افون معناتها الى الامام. هنا باش نعطيه مثلا الخطوات نتاعو 5 خطوات، الخطوه تتقاس بالبلوكه واضحه. به هنا مش نعمل برنامج واحد اخر نسميه اريير مثلا، يوخر بالتوالي يعني يتاخر الى الوراء اريير. به كيف باش ناخذ لاجون تاعي هذايا ونخليه يوخر بالتوالي، هنا اريير و 5 خطوات مثلا. به زيداش قال لي اعمل كوموند واحده اخرى سميها اليمين يعني الى اليمين رايت. هنا عندي بلوكة اسمها agent orientation right
هنا بدلتها. وإذا كانت تحب تعمل اليسار تعمل دوبليكي وتكتب هنا اليسار متاعك، تبدل هنا اليسار بطبيعة. هنا يوليولي عندي أنا 5 كوموندات موجودين، نجم أنا نتستيهم بطبيعة معاكم. واضحة به هنا نعمل هذه البلاي متاعي اللي أنا نحب ننفذ المشروع هذايا بطبيعة، مش نولي في العالم الافتراضي بتاع الماينكرافت، ونجرب أنا كل مرة برنامج من هالبرامج هذوما. به دونك أنا هوني مش ننزل على تي الزر اللي في لوحة المفاتيح، وباش نعمل نكتب اسم تي بي. تي بي اش معناتها؟ معناتها الروبوت متاعي مش يجي بحذية، وكجا بحذية شفتوه بحذية ولا بجانب الجور بالضبط. هذيش معناتها تيليبورتي، تيليبورتي تيليبورت يعني باش تجيبو بحذاك الايجنت متاعك. بهنا مش نبعد عليه شوية، توا الايجنت متاعي هو الايجنت متاعي شفتوها. بهي مش نعمل انا افونس افون افون معناتها باش نمشي لقدام. شوفوا كيفاش الايجنت متاعي يمشي يقدم 5 خطوات. هكا شفتوها قدم 5 خطوات. نحبوا مثلا يوخر 5 خطوات. به نعمل أريير. نستنى تنفيذ البرنامج. نعاود نثبت في اسم البرنامج، خاطر ساعات كي نغلط انا هنا كتبت أريير بالأكسان، يعني لازمني نكتبها بالأكسان بشوي جميع يفهمها. وخر يتو قاعد يوخر. كيفاش مش يتجه الى اليمين او الى اليسار؟ نكتب اسم الكومنت متاعي هذه دروات او اتجه الى اليمين، والتي هذه جوش باش يتجه الى اليسار. هذه بالنسبة لل كيفاش مش نخدمو الاتجاهات. به انا هوني نجم ننفذ البرنامج هذية مثلا. نخلي الايجنت متاعي يمشي كأنه يمشي في مربع. واضحة كأنه يمشي في مربع. نجربوها مع بعضنا. نمشيو للعالم أنا، نجيو للسي، ونمشيو لهنا. هنا نعملو كيتي التوتوريال، يعني نمشي نخرج من التوتوريال هذايا، ونمشي نعمل عالم معناتها بروجي مشروع جديد به، ونسميه agent moves. agent moves معناتها باش نحرك لاجون تاعي في شكل سكوير. agent moves سكوير مربع كريي به. هذه تو انا قاعده نحل في عالم جديد. ريتوها اوكي مشروع جديد يا ربي. ريتو هنا البلوكات الموجودين، ننزل على ادفانسد يخرجوا لي برشا بلوكات اخرين. شفتوا هالبلوكات هذوما كيما في سكراتش كيما في المايكروبيت، يعني يساعد الطالب باش هو يبرمج حاجات. هنا البيزك، هنا البيزك عندنا. شوفوا هنا البيزك تجم انت تخترع حاجات، مثلا تبني حاجات برشا حاجات. جوغ هذه جور معناتها انا اللاعب، اللاعب شي يجم يعمل، يجم ينقز، يجم يبني، يجم يعمل برشا حاجات. شفتوا هنا كل بلوكة مكتوبة، يجم يقول حاجة دير كيما في سكراتش بالضبط. هنا البلوكة البلوكات شوفوا هنا
بلوكيت برشا زادا هذوما بتاع البني كلهم. الكرياتور هنا مش تحب تعمل حيوانات، تحب تعمل برشا حاجات هوني، هذوما العظمات هذوما خاصين بالكرياتور، المخلوقات معناتها اللي موجودين في وسط عالم الماينكرافت. هنا الايجنت الروبوت متاعك كيفاش زادا تستعمله، تحبوا يبني، تحبوا يعمل برشا حاجات زادا، معناتها هنا ريتا. وهنا اساسيات البرمجة، البوكل، لوجيك اف ذان، والكل فاريابل، تجم تزيد فاريابل في الماثس. هنا تستعمل انت حاجات متاع رياضيات، فونكسيون، تابلو، جدول، يعني تكست، دي فورم، ما انت بقرا شفتو برشا حاجات. انا توا باش نعمل كيفاش نخلي الايجنت متاعي يتحرك في شكل مربع. دونك هنا باش نعمل ايجنت دونك هنا انا باش نستعمل البرنامج المثالي اللي انا اول حاجه باش نستعمل البوكل، هذه هي البوكل ريبيتيتيف بالفاريابل بالطبيعه بالاي به. ومن بعد انا هذه هي الفاريابل بالطبيعه لازمني نصنع فاريابل جديده نسميها اي، واللي هو الكونتور، كيفاش يقولها بالعربيه الكونتور يعني المعد، ولا اللي يعد لك يعني، واضحة به. نحطها هنا، من بعدنا هنا مش نعاود مثلا 4 3 كيما نحب انا به. هنا مش نجيب لاجون تاعي ايجنت ديبلاسمون فيغ لافون، مش نقدم بيه القدام 3 مرات به. ومن بعد لازمني توا نتيستي، لازم اذا كان الاجون تاعي يديتكتي البلوك تاع لافون، لازم اذا كان يديتكتي لازمني نخليه يدور على اليمين وبعد يزيد يقدم، وضحها. كان ما ديتكتيش البلوك نتاعو دونك يدور على اليسار، باش يجي هو يدور في شكل مربع. هذيا كيفاش باش نخدموها به؟ انا عندي اللوجيك هذيا سي سي نو اف ذن. هنا باش نعمل اف دونك هنا اجون ديتكسيون وين هي موجوده هذيا، حطوها هوني. وبعد ايجنت اورينتاسيون دروات، مش يدور بال مش يدور على اليمين. وبعد باش يزيد يقدم، قدم خطوة واحدة بالطبيعة هوني، وبعد يدور على اليسار. هذايا البرنامج الصغير اللي نجمو نستعملوه كيفاش باش يتحرك لاجون في شكل مربع. باش نعمل التيست يعني كيف ان تنفيذ البرنامج، شنو مش نكتب؟ مش نكتب هوني بالطبيعه هنا، مش نرجع الدنيا نهار هوني، مش ننفذ توا البرنامج. مش نعمل تي ونكتب agent moves ونشوف التنفيذ. هاكا قاعد يمشي، أيوة هاكا يمشي في شكل مربع، ريتوها يمشي في شكل مربع قاعد. شالي في شكل مربع، هذايا بالبرنامج بالطبيعة كيفاش عملناه به. تو باش نمشيو البرنامج واحد اخر، كيفاش تو باش نخليو الايجنت يبني مثلا تاور مثلا او اي شيء اخر به. انا هوني عندي مثال جميل
نجيبني مثلا تاور، هذا ليكزيكسيون نتاعو بالطبيعة. هذايا باش نجربوه مع بعضنا هالبرنامج هذا. به شكون يكلم فيه؟ به دونك باش نجربو توا التنفيذ على ماينكرافت. نجمو نعملو برنامج جديد، مشروع جديد، كالعادة ننزلو على السي. هذا يتحفظ، يعني هالبرنامج هذا يتحفظ. تجم تبارتاجيه، تجم تشاركو تاخذ اللينك متاعو وتعطيه لأي واحد، مثلا بيبليي لو بروجي. شفت هنا تجم تشاركو عبر الانترنت هالمشروع هذايا، تجم تخدم مشروع كبير جدا مع طلابك وبعد يشاركوه عبر الانترنت. به وتجم زيدا تخدم بالجافا سكريبت. ريت هنا بالجافا سكريبت، تبدل هنا الجافا سكريبت يولي البرنامج هذايا مكتوب بلغة الجافا سكريبت. نشوفو كيفاش. هاكا ريتو كيفاش مكتوب بالجافا سكريبت. دونك هذايا بالجافا سكريبت. احنا باش نرجعو بالبلوكس. بالبلوكس اسهل بالطبيعه، في مرحله متقدمه معناتها التلاميذ يكونوا يكتبون بلغات برمجه معناتها متقدمه. احنا توا في مرحله انه التلميذ من ذو صغر السن يجم يستعمل هالبرمجيات هذوما بالبلوكات. بهنا باش نمشي لمشروع جديد، باش نحاول انه نبني، انه نخلي الايجنت متاعي الروبوت متاعي يبني تاور. به باش نعمل بروجي جديد، يعني مشروع جديد باش نسميه تاور. به ونعمل كرييت. بالطبيعة كما العادة باش نغلق البلوكات متاعي. ما نعرفش عندي ال حاب سي بون، هاي تعدت توي الشاشة الريزورسي الانترنت رزينة. اي اي ما يتعداش طول. فهمتك. انا قاعدة بشوي بشوي نحاول باش خاطر نعرف صعيب الماينكرافت والتيمز معناتها تحب لهم كونيكسيون قوية. اني بشوية بشوية قاعدة نخدم. به هنا باش نصنعوا بطبيعه، باش نستعملوا الايجنت بطبيعه باش نجمو احنا نخدموا به. اول حاجه باش نجيبوه، اش معناتها نجيبوه بحذا الجوار؟ شفناه هذه السعيكه، نعملوا ايجنت تيليبورتي. تيليبورتي يعني باش نجيبوه بحذا الجوار. اول حاجه زيد نسمي الاسم الكوماند نتاعي، سميه تاور. ديما اقعد مع عس معايا يا عايشه. به هنا بطبيعه هاني معاك اي عايش اختي. به هنا باش نخليو الايجنت نتاعنا يتقدم مثلا 5 خطوات، باش نعملو الاكتيفاسيون زيد نتاع الايجنت. اكتيفيشن ايجنت اكتيفاسيون هذه. به ومن بعد هو راهو اسمعني، البرمجه راهو لازمها المحاوله، يعني ديما لازمنا نحاولوا باش نصنعوا حاجات. دونك هنا بلاسي ديبلاسمون لازمها فري بيان سور، ودي تروير لي زوبستاكل. خاطر احنا هنا جربت انا كيف خدمت البرنامج هذيا، جربت كيفاش نخدمه به هذيا. لازم فما حاجز باش يهدمه باش يجم هو يتعدى اللي من بعده. من بعد مش نستعملوا البوك ريبيتي هذه، تكرار تكرار. مثلا مش نخليه الطول متاعه مثلا قداش، مش عاود وقداش من مرة،
مثلا 6 مرات أو 10 مرات، مثلا 10 مرات به. وباش نعملو بوكل واحدة أخرى في وسطو، هذه باش نخدمو بالطبيعة البنيان متاع الإيجنت كيفاش مش يبني. مثلا مش نجي ناخذ هذه باش يحط لي اللي مع هذه، مثلا نختار البلوكة المناسبة اللي نحب نبني بيها الدار هذه، التاور هذه بيان سور، مثلا نبنيه بالهذايا به. هنا مثلا قديش النومبر، مثلا نعملو 16، وبعد فير لابون هكا 4 مرات مثلا، وهنا مش يستدير إلى اليسار، وبعد مش يطلع الفوق. الفوق خطوة باش يجم هو يكمل الباقي، يعني هنا نرجعوها او اب، وهنا نحطوها بالطبيعة مرة برك واحدة برك. نجربو نتيستيو البرنامج هذايا. دونك اسمه تاور، تاور كيفاش مش نتيستيوه؟ كيما العادة مش ننزلو على التي بالزر في لوحة المفاتيح، أو هذا لاجون تاعي، ومن بعد مش نكتب تاور، دونك مش نشوفو احنا لاجون تاعنا، وينو لاجون تاعي؟ هاكا قاعد يبني. دونك قاعد يبني، ننتظروه لحظة. شوفوا كيفاش مش يهدم ريت هذيك اوبستاكل يعني، وبعد مش يطلع صحيت، مش يطلع درجة ومش يكمل يبني حتى لين يوصل ل10 مرات، مش يعاود هذايا الانجاز. هذايا مربع ريتو، هذاك مربع تجم انتي تستعمل مثلا بناء مربعات. احنا تو الهدف متاعنا في الاخير في برنامجية الماينكرافت للدورة الاولى في الاسبوع البرمجة هو بناء زخارف. أنا اليوم حبيت نركز على توسكي أشكال هندسية باش أنتي تعرف كيفاش من بعد تبني هالزخارف هذية عن طريق البرمجة بالطبيعة، باش تسهلك الحكايات، فهمت؟ هذية بالنسبة كيفاش مش يبني الايجنت. وبون هنا خاطر الكونيكسيون معناتها متاع النت ضعيفة شوية، هيك علاش بطيء الايجنت، اما راه هو اسرع من هكا، يعني يكون اسرع عادة انه في لحظة بيبني التاور هذايا، لانه النت ضعيفة هو بقاعد انه مش سريع يعني به. هذايا بالنسبة للبرنامج هذايا، ان شاء الله يكون مفهومة مفهوم. مش نقعد نستنى فيه خاطر الوقت يجري، حبوا نستفادوا اكثر ما يمكن في الحصة هذية، باش نعملوا حاجات مزيانة إن شاء الله مع بعضنا، ونشوفوا قديش ممتع البرمجة في وسط الماينكرافت. هذا يتسمى أسهل حاجات راهو متاحة للجميع، ما عملناش حاجات صعيبة لأنه مش الناس الكل تخصصهم علم كمبيوتر وحاسوب. نعرف أنه برشا مدرسين يحبوا يكونوا مواكبين لهالتكنولوجيات الحديثة وهالبرامج هذية، وهما تخصصهم يعني حاجات أخرين، وراهو متاحة للناس الكل، راهو مش معناتها لازمك متخصص
باش تكون انت تخدم هالحاجات هذيا، واضح؟ يعني لازمك تكون لازمك تطبق فقط، يعني ما شنو اللي ينقصنا والتطبيق، يعني انك تتعلم وتطبق الشيء اللي تعلمته فقط، هذا هو. هذا بالنسبة لهذا البرنامج، مش نخليه يكمل على روحه ونمشي للبرنامج واحد آخر. نرجع للباوربوينت مش نتبع مع بعضنا، يكون التسلسل، يعني فما تسلسل في المعلومات اللي أنا قاعدة نقدم فيها اليوم. احنا بدينا أول حاجة كيفاش كتبنا اسمنا، اسم مثلا أنا كتبت الأرب كود ويك، خاطر احنا قاعدين نحتفلوا تو بفعاليات الأسبوع العربي للبرمجة. هالتدريبات هي من ضمن فعاليات الأسبوع العربي للبرمجة. الحمد لله يا ربي وفقنا في هالتدريبات هذيا، وكانت فما أسبوع سكراتش، أسبوع كوسبيس، والآن أسبوع ماينكرافت، والحمد لله. به نمشي وتوا للنموذج الثاني. النموذج الثاني حبيت أن نخدم بيراميد هرم، ونحيي أهل مصر والأهرامات مصر، يعني إن شاء الله يا ربي في يوم من الأيام نزور مصر ونمشي لهالأهرامات هذوما يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظنا من هالوباء هذايا الناس الكل، ونرجعوا نسافروا ونرجعوا نشوفوا العالم. يعني به بناء الهرم أنا استعملت هرم صغير، يعني باش ما نقلق، معناتها باش ما نقلقش في البرمجة، خاطر فما راهو برشا أنواع متاع أهرامات، نجم نعمل هرم مثل بالحق الأهرامات الموجودة في مصر، مثل نفس الستركتشر يعني. أما أنا اخترت لكم برنامج سهل للغاية، وإنه تجم تستعمله وتستخرج منه زيادة زخارف، هذايا هو الهدف. يعني أول شيء الهدف متاعنا إنه نستخدمه، معناتها نشوفه فماشي زخارف من هالحاجات اللي تعلمناها، واضحة؟ هذا اللي نحب نوصلو له بإذن الله. به نمشي أنا توا للبرنامج الماينكرافت، مش نعمل بطبيعة، نرجع لهوني، شوفوا هنا كيفاش التاور متاعي كمل، سيء الايجنت متاعي فوق التاور متاعي، نرجع للتي هنا ونردها بطبيعة نهار، باش نجم نشوف بالباهي، نجم نحيها انا راهي ليكرون فيكس، ما نعرفش ممكن نشوفه في الباور، ما على الباور بوينت تو ولا لا، بدلت الماينكرافت تو، لا ما زالت تمشي بطيئه على الاخر باش تتبدل. مشكله، حبيت نوريهم التاور، اهو كالتاور، جيش الماينكرافت يا عايشة؟ لا مازال، زعما نعاود نعمل بارتاج، هاو سي بون سي بون تو تو باه، ديما تبعني باش من نزربش عليكم. بهذا ياك التاور كيفاش جينا ريتوها، هذا التاور مربع وبنيناه على الطول، واضح؟ به توا احنا باش نعملوا هكا البيراميد الصغرون، مش نزيد انا نبعد شويه، نبعد شوية، نجي لهوني مثلا، هذه أرض معناتها صنعناها باش نجربوا هالحاجات هذوما، نجي نهبط هوني ونجي نعمل بالصبيعة التي متاعي باش سي، يا ربي سي، باش نحل الكود بلدر متاعي. باهي هنا أنا باش ننزل على الأكي، هذا سي برنامج كملناه، يتسجل زيدا في وسط المايكروسوفت ميكود متاعنا، نجم نعود وندخلوا الوريت، وهنا أي خدمة نخدموها تتسجل راهي، ويعطيك الوقت بالضبط أنت وقتاش خدمتها. ريتا أنا تو باش نستعمل start a new project، يعني مشروع جديد ونسميه بيراميد. هذه بيراميد، كيفاش مش نخدم البيراميد متاعي؟ بحاجة بسيطة جدا، معناتها مش نعقدها في البيراميد هذية، خاطر فما أهرام أخرى تتصنع
أعقد من هكا راهو. أنا اخترت لكم أسهل طريقة، معناتها باش نجم أنا نستعمل من بعد مثلا حاجات فيها زخارف، وإلا نجم نستعمل مثلا الأشكال الهندسية، وإلا البيراميد، وإلا أي حاجة. به أنا هوني شو باش نعمل؟ هنا عندي البلوك، ريت البلوك هنا عندي رومبلير افيك، ريت هنا رومبلير، هذه باش نستعملها ونختار كل مره بلوكه. به انا مش نعمل البيراميد متاعي بالالوان، مش كيما متاع اهرامات مصر، مش نعمل هكا بيراميد صغيرون برشا وفيه الوان. مش نبدا انا بالاكس والايغريك والزد، الاكس والواي والزد هذوما ديما احنا نستخدموهم، لازم نفهموا الابعاد هذية باش نجمو نستعملوهم في الواقع الافتراضي 3D. خاطر احنا اش قاعدين، احنا وين قاعدين؟ في الماينكرافت، تعرفوه الماينكرافت هو 3D، راهو في ابعاد ثلاثية، يعني العمق والطول والارتفاع، فهمت كيفاه؟ لازم نعرفوا هيكم الاكس والجريج والزد، الاكس والواي والزد بالانجلش. به انا هنا مش نبدا بالواحد ومن بعد صفر ومن بعد 13، هذه هي الأولانية. ومن بعد هنا نعمل دو أ، إيش معناتها دو أ؟ من إلى، هذه من إلى، دونك باش نعمل هنا 14 صفر صفر. به هذه بيدها توا، باش نعملها دوبليكي معناتها كوبي بيست، ونجي هنا نبدل بلوكة واحدة أخرى. أنا نحب نعملو ملتي كولور، يعني البيراميد متاعنا هذا الصغرون باش نعملوه بالالوان هذه، نزيدها الاكس متاعي نزيدها كيف نزيد الايغريك الواي وننقص من الزيت، هذه كيما هكا. ومن بعد هنا عندي هذه الا ننقص منها ونزيد في الواي والزيت، نعملها أ إيه. مش نقعد نخدم هالحكاية هذه قديش من مرة؟ 7 مرات، واضحة؟ ونحاول نعمل التيست، يعني التنفيذ، باش نشوفوا على شنو باش نتحصلوا. هذه طريقة سهلة لصنع بيراميد هرم صغير، نعملو دوبليكي مرة أخرى. نجم نصغر هنا، هنا ريت هذه الماينس هذه نجم نصغر كيما هكا ونكبر بيها، ريتوها هذه تصغر هذه تكبر. به الثانية هذه باش نعملها مثلا باللون الروز الوردي، كيف هنا هذه نكبر 3 نرجعها 3، هذه نرجعها 2، هذه نرجعها نقص منها 11، هذه نقص منها تولي 12، هذه نزيدها تولي 2 2، كيف نعمل دوبليكي مرة أخرى ونهبط، نختار بلوكة واحدة أخرى مثلا صفراء، كيف هنا مش نزيدها 4، هنا مش نزيدها تولي 3، هنا مش ننقص تولي مش تولي 10، هنا مش ننقص تولي 11، وهنا مش نزيد تولي 3 3. كيف نعملوا لها دوبليكي مرة أخرى، وهنا باش نختار بلوكة واحدة أخرى خضرة مثلا، وهنا باش نزيد تولي 5، هنا باش تولي 4، هنا باش تولي 9، هنا باش تولي 10، هنا 4 4. به باش نعمل دوبليكي مرة أخرى ونبدل بلوكة نوع آخر مثلا اللون البني، كيف هذه مش نزيدها، هذه باش نزيدها، هذه باش نقصها، هذه باش نزيدها، دونك تولي 12، هذه باش تولي 5 5، هذه نقصها بلوتو تولي 9، هذه 5 5. به مش نعاود نعمل ديبليكي مرة أخرى، نختار بلوكة واحدة أخرى مثلا لون واحد آخر مثلا هذا. به مش نعمل هذه 7 وهذه تولي لنا 6، هذه تولي لنا 7، هذه تولي لنا 8،
هذه قديش؟ ستة. ستة وقتاش نقفوا؟ وقت هذوما ثلاثة يوليو قد قد في المرحلة الموالية. أني تو هذه آخر واحدة، هذه هي آخر واحدة، وباش نعمل نختار بلوكة من البلوكات اللي عندي، مثلا هذه دونك هذه نزيدها ثمانية، هذه سبعة، وهذه ستة. هذه مش تولي لنا سبعة سبعة سبعة. دونك تو نوقف هذوما. هذا شكل من الأشكال، معناتها هذه معناتها نعملو هنا، نكتبو اسم البرنامج بيراميد. بيراميد نثبتو في الاسم بالباي خاطر ما نكتبوهاش بالغلط، باش كي نعمل التيست نعملوه بالصحيح. نمشي نعمل بلاي يعني تيست، ونكتب بيراميد في التي. احنا تو وصلنا للعالم تاعنا تي، نمشي للتي ونكتب اسم البرنامج اللي انا خدمته تو معاكم بيراميد، وننزل على انتري ونستنى حتى نشوف التنفيذ. على معي ما هو توسعي ما هو قاعدي صار الإنجاز في سريعا مرة هذه، والحمد لله. هذه بالنسبة للبيراميد الصغرون اللي احنا صنعناه تو مع بعضنا، شفتوها متكون من العديد من الألوان، يعني تجم تعمل اللون واحد مثلا، تجم تعمل برشا الوان، تجي مثلا هذه ريتا هذا البيراميد ريتو، انت زخرفه من الزخرفات مثلا، تعمل تهدم مثلا في حاجات، تتصرف يعني. فهمت به؟ هذه بالنسبه للمشروع هذايا. باش مش نعمل تو انا، باش نزيدكم حاجتين، باش نزيدكم حاجتين قبل ما نمشيو للطباعه 3D. به شوفوا هنا معايا، نمشي نبعد شويه، نخلي مسافة ونعمل هوني هكا. به نرجع توا للباوربوينت باش نشوفو التمرين الموالي. التمرين الموالي باش نشوفو أشكال هندسية. أنا اخترت لكم الدائرة والسفير اللي هما زوز أشكال نستعملوهم برشا في الزخارف. علاش أنا اخترتهم بالذات هما؟ على خاطر نستعملوهم في الزخارف داكور دو. دونك نشوفو التمرين هذا. رزينا النت شوية على غالب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالبرامج هذوما السهلة، يعني تجمو تلقاو في اليوتيوب برشا حاجات أخرين، وتجمو تعملوا تصاميم 3D لزخارف أو أي حاجات مزيانين. يعني نحبكم إن شاء الله تبدعوا يعني في الحكايه هذه، يعني ان شاء الله باذن الله. راهو مش صعيب، بركه الواحد يطبق فقط، التطبيق مش صعيب. به نمشيو. هذه هنا اخترت لكم كيفاش نعملوا دائره، وهنا كيفاش نعملوا سفير. هنا موجودين حاضرين، موجودين في وسط الماينكرافت، يعني ما تعبش برشا. نعم مازال توا في الكوداج، بناء اشكال هندسيه هيك. اي انا تو باش نمشي للماينكرافت. اوكي باه، باش نمشي نعمل الماينكرافت متاعي، وباش نبدا نكتب البرنامج. علق معي الماينكرافت لحظة بركة.
أظن أنه المساء هذه النت ضعيفة عندي. شفتوا مثلا احنا في الاسبوع العربي البرمجة تو باش تجينا المسابقات بإذن الله. المسابقات يعني تجمو تستعملوا التصاميم 3D بالماينكرافت، وتجمو تستعملوا مع طلابكم بالطبيعة التصاميم بسكراتش، وكله هذايا وين باش تخليوها في الكوسبيس. يعني هالثلاثة برمجيات اللي اخترناهم، وعلاش اخترناهم بالذات هما على خاطر يناسبوا المسابقة، يناسبوا المسابقة اللي موجودة في الأسبوع العربي للبرمجة. وكما شفتوا انتم دليل المسابقات، راهو الطالب باش يستعمل هالثلاثة برمجيات ضروري. يعني انتي كمدرس لازمك، مش لازمك تكون معناتها ملم بكل شيء، انتي بس تأطر الطالب متاعك التلميذ متاعك بالموضوع، تفهموا الموضوع، تفهموا الأساسيات، وتخليه ينجز هو تو تلقاو الإبداع متاعه ما شاء الله. يعني بالحق طلابنا ممتازين جدا، عندهم تفكير جميل، عندهم إبداع، عندهم ذوق ما شاء الله على أطفالنا يعني. وأحنا الأسبوع العربي للبرمجة هو حلم حلم الحمد لله قاعد يتحقق، اللي هو أحنا قاعدين نحب ننهضوا بمستوى التعليم، ونحب البرمجة تكون من الأساسيات التعلم منذ الصغر. هذايا علاش احنا خدمنا هالمشروع هذايا مع بعضنا. نحب نشكر كل المدربين وكل المنسقين من الوطن العربي اللي على مجهوداتهم الكبيرة اللي قاعدين يبذلوا فيها، راهو تطوعا ومجانا، مع ان شنو نربحو، احنا كل شيء نخدمه فيه تطوعا ومجانا، يعني كله لفائدة الأطفال، كله لفائدة الصغار الطلاب. نستنى قاعدة في الماينكرافت باش يعاود يتحل. إن شاء الله نذكر بالبرنامج دورة الماينكرافت مستوى معمق. الدورة هذه بالطبيعة عنا اليوم، اللي هي عنوان الدورة اليوم اللي هو البرمجة في الماينكرافت، وقاعدين نحاول توا نعملوا برمجيات بالماينكرافت، شوية مشاريع باش نتعلموا كيفاش نخدموا البرمجة في وسط الماينكرافت. وغدوة إن شاء الله باش تكون معي أستاذة زادة مبدعة من المملكة العربية السعودية، باش تكون معايا في الماينكرافت أو رفكوت. واليوم الأخير بإذن الله ستعود معنا الأستاذة نيلي حامد باش نخدموا الألعاب في وسط الماينكرافت. نكونوا هكا عملنا دورة ممتازة إن شاء الله بإذن الله، وتكون إن شاء الله الإفادة موجودة لكل المشاركين. هنا توا باش نعمل مشروع أخير قبل ما نمشيو للستراكتشر بلوك للطباعة 3D، كيفاش نخرجوا التصميم 3D تاعنا من وسط الماينكرافت إلى الحاسوب. وننزل على السي. به مش مشكلة، خلينا نخطو هوني. علق معي الكود بيلدر. توا باش نخدمو الدائرة والسفير، وبعدين راح نشوف structure block كيفاش نجيبوها بطبيعة باش نجمو نخرجو 3D. علق معي
سامحوني على ضعف النت، عاود اخرج به. نمشي ونسمع بروجي جديد، مشروع جديد. استنى معاكم، سامحوني على غالب علق مع البرنامج. عايزة نسكر ونعاود نحلو. اوكي خلي توتوريال ماجا جامب. اصبح رزين الماينكرافت، ما نعرفش علاش. هعيد تاني. نعاود ندخل ميكود لأنه سامحوني على ضعف النت، مش بيدي الله غالب. استفدت بيك وحدك فطوم الليلة النات. اليوم عملت فيا الانترنت، عملت بالعانية يا عيشة شح. ربي يهدي وكو.
اوكي، شفت كيفاش تكوانسا الماينكرافت. والله عرفتك واحد الليلة. الله غالب. كل شي نعاود نسكر ونحل المشكلة، نحبش نضيع وقت هذاك علاش. ومعانا لا لا المشاركين زايد. تبارك الله عدد كبير برشا يتابعوا فينا، ما اي نحبش نعطلهم. لا لا زايد ان شاء الله بحول الله يتحلي. ان شاء الله نسكر ونعاود ونحل شيء. حاسوب متاعي سيء. قال يزي. هو اللي كان ما عادش معناها برشا في الحصة هذه. عاد برشا هو اتنجم بيست تنجم السيركل، حبيت نوريكم، حبيت نوريكم الدائرة وحبيت نوريكم السفير والطباعة 3D. هذو هما ثلاثة حاجات، ثلاثة نقط، يعني ثلاثة نقط نكمل بيهم وتنتهي الحصة. يعني إن شاء ان الله شاء إن الله. شاء الله يا ربي ترجع توا. لأنه تساعد، هي معناتها الغاية أنه نساعد الطلاب والمدرسين على إنجاز المسابقات. هذا هو معناتها الهدف الرئيسي من التقل، باش نوجهوهم كيفاش يستعملوا هالبرمجيات هذوما في الموضوع المناسب. هذا هو الهدف يعني. إن شاء الله نكونوا أفدنا المشاركين الكل. احنا ننتظر قليلا، سامحونا على تنجمي التعطيل. عندك برشا رافعين ايديهم، تنجمي ناخذه بالواحد بالواحد كان تحبي الفترة لين يتحل. تجم انت تحللهم عايشة، لا تراح حللهم وتجم تعمل انميوت لا لا ويتكلموا، تراح لا ما ما تجمش. نجمش، على خاطر فما برشا رافعين ايديهم ومعنا باش ما نضيعوش الوقت حتى بعد. انا حيتني خايفة لنمشي للتيمز. زايد كمل. زايد زايد تتكمل تتكونسى الحكاية، ما راني شاء مشيت الله تراح 204 راهم معانا. هذيك علاش ميلا. وصلت لل200، سيء الدنيا زايد تكريت اتلان. بعضها. بورتون بورتون ما نعرفش انا المشاركين منين جاوا ال200 هذوما. والله ما شاء 150 الله. بعثتك هو، بعثنا كان 150 واحد ولا 200. اي ما شاء الله 205، ومعنا احنا ثلاثة معناتها 208. ما شاء الله اول مرة انا اتصل هكا 200. أقوى تكوين في استاذ الماينكرافت، أقوى حضور ظهر لي في الماينكرافت. استاذ فاطمة، تفضل أستاذ عبد الله. استاذ فاطمة، إذا كان ممكن يعني أن نفتح المجال للأساتذة لطرح التساؤلات سيكون أيوة ذلك نفس، أحسن وفيه ربح. إن إن شاء شاء الله. الله. باهي يعني توا حليت التيمز باش نحل الميكروفون لبعض المشاركين. به حتى تنسى تكون ساء.
الحاسوب ما حب يخدم فيه حد شيء. أستاذة فاطمة، نعم نجم، هل نجم. أفتح الميكروفونات على السلة؟ نعمل انميوت للناس الكل. المشكلة ما حبش يخدم لي حد شيء، يعني هيك علاش. اذا كان تقدروا تحلوا انتم الميكروفون حلوهم. أستاذة فاطمة مسعودي، نعم أنا فاتن مسعودي، نعم. إذا كانت تحبوا نوقفوا اليوم ونكمل لكم البارتي متاع الجزء الأخير غدوة الحي، ما يسالش قبل ما نبداو الماينكرافت أور أوف كود. أنا في بالي خير فاطمة تكملي الأسئلة اليوم. خاطر توانسة لورديناتور ما حبش يخدم جملة. أسمعي معناها غدوة أعمل لهم رابيل في اللي في الباقي تاع ليزاكتيفيتي، واليوم نكملوا الأسئلة، جست جاوبي لهم على الأسئلة وكهو. باهي داكور، دونك الثلاثة نقاط اللي مازالوا نكملوه ان شاء الله غدوة، ان شاء الله ناخذوهم قبل الماينكرافت اور اوف كود، نكمل لكم باذن الله. وتوا اذا كان فما اسئلة شكون يحب يسأل ونجاوب مرحبا. معناتها السلام عليكم. مفتوحة وسلفات، تفضل. شكون عنده سؤال؟ إيه ما شاء الله، يعطيكم العافية، شرحكم كثير حلو، عايشك. بس بدي أسأل سؤالين. تفضل. ممكن رابط الحضور عشان نسجل حضورنا؟ رابط الحضور إن شاء الله في آخر حصة، في آخر حصة، حصة يوم السبت بإذن الله تكونوا معنا ونعطيكم رابط الحضور بإذن الله، خاطر اليوم تشات مش ما خدام. ان شاء الله باذن الله يوم السبت رايح يكون راح يكون معناتها خدام، وبنحط لكم رابط الحضور. اوكي تمام. وممكن تبعتي لنا الباوربوينت اللي كنت تعرض عنه؟ اي باذن الله راح نحطه على الدرايف ونشارككم اياه في الجروب نتاع الاسبوع العربي للبرمجه، ونزيد نحطه لكم في التشات باذن الله يوم غد او بعد غد، يوم غد باذن الله راح احطه لكم ان شاء الله. يعطيك الصحه. يعطيكم العافيه. يعطيك الصحه، يعيشك. يعطيك العافيه. يعطيكم الصحه الناس الكل، ويعطيكم الصحه على الحضور، حضور كبير. يعني انا معناتها دهشت الحضور الكبير، وان شاء الله تكون الاستفاده حصلت، هذا هو الاهم. وبإذن الله النقط اللي ما زلت ما كملتهمش اليوم راح أكملهم في يوم غد بإذن الله قبل ساعة البرمجة بإذن الله. شكون عنده سؤال آخر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين بتبعثوا التسجيل؟ نعم. وين بتبعثوا تسجيل الحصة؟ تسجيل الحصة هو لايف، تو مأمن لنا الأستاذ عبد الله وهبي لايف على الأرب كود ويك، وأنا راح أعطيكم التسجيل زادة على قناة اليوتيوب بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله يعطيك العافية دكتورة فاطمة، يعيشك، بارك الله فيكم الناس الكل. لو سمحتي بس عشان الشات مش طالع وبدنا نسجل، احنا من الاول متابع معاكي، بس بدي عشان رابط الحضور ما في عشان باذن الله. ابقوا معنا، ابقوا معنا يوم غد ويوم السبت، ننتهي يوم السبت باذن الله. يوم السبت راح نعطيكم رابط التسجيل. نعم، نفس الموعد، نفس موعد نفس اليوم، نفس الموعد دائما مع السبعه بتوقيت تونس، ثمانيه بتوقيت فلسطين والاردن باذن الله. كونوا معنا يوم السبت وراح نعطيكم الرابط. الله فيك دكتورة، مشكورة، يعطيك العافية. يعيشك، يعيشك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية مس فاطمة، ما قصرتي. يعيشك، بارك الله فيك. الله يسعدك. بس لو سمحتي في ملاحظة إذا ممكن. تفضلي. إنه تكون لغة التطبيق ياريت تكون بالإنجليش، بس عشان أوكي. تكون مفهومة للجميع. أي أوكي أوكي. راح أبدلها بالإنجليش. أوكي. الله يسعدك. وشغلة ثانية إذا ممكن، إنه شوي لهجتكم جميلة بس بصراحة أحياناً ما بتكون يعني ما بتكون مفهومة للجميع. أي أنا نحاول إنه نفهم والله إذا كقدر المستطاع يعني، وإن شاء الله تفهم التونسي علينا يعني. فرصة. هلأ إحنا يعني بالنسبة للمختصين بالحاسوب يمكن ما كان كثير صعب لأنه بنمشي بالكود، بس بشكل عام أنا بحكي كملاحظة. أي الصحة. بارك الله فيك على الملاحظة. لو حكينا لو كانت بالعربية الفصحى يمكن شوي تكون مفهومة للجميع. أي صحيح. إن شاء الله يعني في المرة الجاية نعاود نحاول نكون بالعربية أفصح يعني بإذن الله. الله يسعدك، الله يكرمك يا رب. يعيشك، بارك الله فيك. شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ فاطمة. مرحبا. يعطيك العافية. يعطيك الصحة. يعيشك. الله يسعدك. لو سمحتي بس ممكن الروابط، الروابط تمرقين إياها على المجموعة الواتساب، لأن المسج أو الشات مش ظاهر عنا بالمرة. الروابط بإذن الله راح تكون كلها يوم السبت بإذن الله على الواتساب، على مجموعة الواتساب. الواتساب ما مع مع الأستاذة عبير، أنتما من الأردن؟ أيوة من مزموط. أي بس من أنا على مجموعة في انا مجموعه المايكرافت المبتدئ، نفس المجموعه نفس الجروب. لا انا مش موجوده في الواتساب هذايا، يمكن هي الاستاذه العبير شاهين المنسقه متاعتكم هي اللي عامله الجروبات اللي تتواصل معكم يعني. مشكوره، راح اعطيها الروابط وتعطيكم اياهم. اوكي بنكون شاكرين والله. شكرا. ان شاء الله باذن الله راح اتواصل مع عبير معناته. أي إن شاء الله بإذن الله تو نتواصل مع المنسقين، كل منسق نعطيه الروابط هو يتواصل مع المشاركين من بلده بإذن الله. بإذن الله طبعا. حتى لو اتكرمتي رابط الحضور بكون على الواتساب لأنه مش طالع. إن شاء الله إن شاء الله راح أعطيه العبير، الأستاذة عبير، وهي بتوصل لكم إياه إن شاء الله. يعيشك أستاذة. شكرا. يعيشك، بارك الله فيكم. شكرا وفيك. يعطيك العافية أستاذة فاطمة. يعطيك الصحة. يعيشك أستاذ إياد. مرحبا يا أستاذة نيلي. كان اللقاء اليوم نيلي مش معانا، مش ترجع معانا يوم السبت بإذن الله. الله تعالى كان في إفادة كبيرة لطلابنا، إن شاء الله راحين يحققوا إنجازات هائلة خلال مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هذا هو هدفنا. الله يعطيك العافية. يعطيك الصحة أستاذ إياد على المساندة على التشجيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين اليوم اللي إحنا حنداوي يعني حيتم اللقاء فيه أخرى مرة؟ بكرة على نفس الموعد، على نفس التوقيت، 8 بتوقيتكم. إيه؟ تمام خلص. تمام إن شاء الله. راح أكمل. مرحبا. اليوم وراح نتعدل الماينكرافت أو روف كود. مرحبا. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. مرحبي. عملت عمل أوكي وأنا نسيت أحفظه ورجعت وطلعت من اللعبة، بقدر ارجع ادخل ويكون محفوظ العمل ولا خلص بيكون رايح في الماينكرافت يعني العالم او المشروع بتاع البرمجه؟ المشروع راح يكون مسجل اوتوماتيكلي، يتسجل في المايكروسوفت ميكود. اوكي شكرا. اوكي يعطيك العافيه. مرحبا استاذه. مرحبا. لو سمحتي بدي أسألك، هلا أنتوا حكيتوا إنه لازم ضروري إنه نستخدم الكوسبيس وسكراتش وماينكرافت في مشروعنا،
اللي هو تبع الأسبوع العربي للبرمجة. هلا بدي أسألك كيف بدنا ندمج الماينكرافت في الكوسبيس؟ أنتوا حكيتوا إنه 3D، فإنه بزبط توضحي لنا. أي راح أنا كنت راح أوريكم اليوم نموذج من ماينكرافت موجود على الكوسبيس، بس الحاسوب علق معي، معني تسامحوني إن شاء الله النقطة هي برجع بكرة بفهمها. أوكي تمام، شكرا كتير، عايشك، مرحبا. أستاذة فاطمة تفضلي. يعطيك العافية. يعطيك الصحة. هسا بدكم تعطونا شهادة لهاي الدورة المعمق؟ بالطبع هناك شهادة للمبتدأ وهناك شهادة للمعمق. إن شاء الله التسجيل الحضور راح يكون يوم السبت. الأخ إياد أعطاني الرابط، سوف أبعث أنا للمنسقين باش يعطيوكم في الجروبات اللي انتوما مع منسقيكم، وإن شاء الله يوم السبت في لقاء التيمز على المباشر سنعطيكم أيضا نفس الرابط على التشات بإذن الله. مس فاطمة تفضلي. ممكن اللقاء الجاي يكون الشات مفعل؟ بإذن الله رح يكون مفعل لقاء بكرة وبعد بكرة إن شاء الله بإذن الله. أنا اليوم لأني وحدي معناتها موش معايا رفيق في التدريب، هذيك علاش الشات مسكر، يعني لأني لا أستطيع أن أقرأ أي لما أشارك الشاشة معكم، لا أستطيع أني نشوف التيمز. فهمتوا علي؟ تمام، يعطيك ألف بكرة عافية. بكرة وبعد بكرة رح يكون معايا مرافقين ورح نفعل الشات، وإن شاء الله بتكون الحصة أحسن من اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك مس فاطمة؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ أنا من الأردن. مرحبا بأهل الأردن، ما شاء الله عليكم. مس بس ممكن طلب صغير؟ تفضل. أنا بنت. تفضلي. ممكن تغيري اللهجة الإنجليزية؟ اللغة. لهجة البرنامج؟ أو لهجتي أنا؟ ببدل التونس يعني. اوكي، الماينكرافت راح يكون انجلش بكره. اوكي، بس لهجتي انا مغيرها، يعني بضل احكي تونسي. لا كثير حلوه. يعيشك، تحيه لاهل تونس. يعطيك العافيه. يعيشك، ان شاء الله إن شاء الله دايماً نتفاهم ونتواصل ونكونوا يد واحدة بإذن الله. مس كمان في الشيء أنا بحكي لك، بحييكي على محاضرتك الجميلة الشيقة معك عبيل معايطة من الأردن. عايشك، مرحبا بك، عايشك وبكل أهل الأردن وفلسطين وكل البلدان العربية، ما شاء الله عليكم. الله يسعدك يا رب. بس الأسبوع العربي للبرمجة هالسنة ضارب الأردن، يعني ما شاء الله عليكم. الله يسعدك يا ربي ويخليك يا ربي، ما شاء الله عليكي. بس يا ريت عن جد حكوا انه كان البرنامج انه بالانجليزي عشان احنا نفهم كمان. انا صورت البرنامج ان شاء الله باذن الله رح يكون بكره بالانجليزي ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا ربي، يعيشك، بارك الله فيك. دكتورة لو سمحتي بس سؤال. دكتورة فاطمة تفضلي. دكتورة زاد فضلك يا دكتورة، الطالب اللي ما بياخذ شهادة، الطالب، أنا معلمة، الطالب من طالباتي اللي ما بياخذ شهادة حضور عند حضرتك ما بقدر مثلا إنه يشارك بالمسابقة؟ بالعكس، إنه هو في المسابقات، هناك مسابقات للمدرسة وفما مسابقات للبلد وفما مسابقات للطلاب، يعني بالعكس الطلاب احنا نحبها تشارك معانا في المسابقات. فهمتني؟ احلى تدريبات دكتورة الماينكرافت، لانه دكتورة الماينكرافت المبتدئ في طالبات عندي يعني راح عليهم الحضور التدريب، بس حابين يشاركوا يعني بمسابقات عشان الماينكرافت، بس راح عليهم التدريب مع الاستاذ وهي ان شاء الله.
هو التسجيل موجود، يعني حتى اللي ما حضر يقدر يدخل على قناة اليوتيوب العرب كود ويك وبيشوف التسجيلات. وعنا احنا الحصص متاعي انا يعني والاستاذة نيلي موجودين لايف مباشر، امنهم الاستاذ عبد الله وهبدي مشكور جدا استاذنا المنسق متاعنا من المغرب، امنهم مباشر على صفحة الفيسبوك، هناك راهو مباشر تجم ترجع تفرج عليها. ما يخافوا يعني ما يخافوا انه مثلا ما صح لهم شهادة بالماينكرافت المبتدئ، عادي بيقدروا يتعلموا. ما يخافوا يجموا يسجلوا ويجموا يشاركوا في المسابقات بإذن الله. الله يسعدك دكتورة، الله يسعدك ويعطيك ألف عافية، مشكورة دكتورة، أبدعت عايشك أجمعي، يعطيك العافية أنا وياكم إن شاء الله. يلا يلا قوم الدوية يلا، إذا كان هناك ما انتهت الأسئلة تصبحون على خير، ملتقانا غدا بإذن الله في نفس التوقيت، 7 مساء بتوقيت تونس والثمانية بتوقيت فلسطين والأردن بإذن الله. تفضلي. تفضلي. لما أنا صورت المشروع تاعي حكيتونا نعمل زي بيت مع حديقة مع ليبل مكتوب عليه بالعربي، لما صورته ما عرفت كيف أنزله على مجموعة أرب كود ويك على الفيس، فممكن أني أبعته على الشات هون وإنت اللي تنزلي لي. أنا المرة الفايتة قلت لكم الطريقة، الطريقة هو أنك تعمل كابتور فيديو، يعني تاخذ فيديو للبيت وبتحطيها على الجروب. تستطيعي ذلك؟ انا عملت انضمام بس حتى الان يعني بعده مش شكله النت عندي قاطع فما اشتغل. هو في الازرار لوحة المفاتيح تنزل على ويندوز جي هذيك باش يشغل لك الفيديو نتاع الحاسوب، انه تقدر انك تلتقط فيديو للديسكتوب متاعك في وسط اللعبة، في وسط لعبة الماينكرافت. جربيها، جربي ويندوز جي الازرار ويندوز والجي. اوكي هذا. بعدين تطلع لك بار من فوق بيقول لك سجل فيديو، زر هكا يا احمر تستطيع ان تسجل فيديو. هذا تبع الويندوز، يعني هو اذا تسجيل الفيديو تبع الويندوز بيسجل فيديوهات في وسط الماينكرافت، اي حاجه بتصنعها في وسط الماينكرافت تقدر انك تسجلها فيديو بالطريقه هذه. يعني انا هكا كان لما اشتغل على الماينكرافت بستعمل ويندوز جي وبسجل فيديو قصير مثلا معناتها بيبرز الشيء اللي انا صممته مثل الامثله اللي وريتها في الباوربوينت. يعطيك العافيه، سلام، يعيشك. إذا ما فما حتى سؤال نقول لكم تصبح على خير، وإن شاء الله ملتقانا يوم غد بإذن الله على نفس التوقيت. صبح على خير فاطوم. صبح على خير، يعيشك يا عائشة، شكرا على المصاحبة يا عائشة. مرحبا في كل وقت، هاني بعثت لك السكرين شوت على الميسنج. شكرا. باي. شكرا جزيلا. باي باي. هلا انهيت الريكوردينج.